معنا ده. ما قدرنا ولا قدرنا سيبنا كتير ظروف صعبة والمخلونة اني مخلوكم رئيس ميشيلون الرئيس القوي اللي بيحررني هون. شكرا فخامة الرئيس. أنا سقف الفولاذي. شكرا فخامة الرئيس. إحنا استلمنا كهرباء كانت تغذيتها 10 ساعات. اليوم ما في كهرباء. مع إنه عملنا أحسن خطة كهرباء. اسكتوا. لقد آن الأوان. أنتوا أنا والقوات اللبنانية on peut bouger des montagnes. That will save Lebanon. Is in your hands. بين اللي فيهم. ما فيهم. كنا سوا بساحات 17-20 لوصلكم لهون حزب الله والتيار الوطن الحر وحلفائهم. حزب الله سيد حسن السيد حسن نصر الله. حزب الله حسن نصر الله وحزب الله سيد حسن. خيي ما بيسوى هيك. كلنا لعبنا ماريو عزغر لحد ما وصلنا اخر شيء على مرحله الوحش. يعني أكثر من اللي عملته أمريكا. الحصار الأمريكي. أمريكا تحاصر لبنان. هي حلقة جديدة من كل الحق على الأمريكان. عم نواجه استكبار عالمي فرض علينا حصار معيشة فشلوا أن ينزعوا سلاحها. نزع سلاح أو سلاح. السلاح الحماية. حماية أجل حماية. ما حدا بعد سفينة مازوت. مازوت والبواخر الإيرانية. وهذا الكنز موجود بالبحر. كنزه في كنز. بقدومك يا ابن الوليد يا تيمور. السر يا تيمور ومن حولك أهل العرفان والحزب. مدنا وراثي سياسي بالمعنى الوراثي السياسي. بروح معه لوليد جنبلاط لتيمور جنبلاط على سطح القمر. بقيادة تيمور بيك. وبقي ربيع المختار. وبرعاية أبو تيمور. ارفع رأسك شامخاً يا رفيق تيمور. قال إبراهام لينكولن. نبيه بري أقوى زلمي بكل العالم. نبيه بري. اسأل أخ نبيه بري. 30 مليون دولار لكسر دولة الرئيس. نبيه بري. نبيه بري. وصل موكب الرئيس نبيه بري. والسيدة رندا بري. 30 سنة مستكتر عليه 30 سنة دولة الرئيس.